بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اهلا ومرحبا بكم الى لقاء جديد في دورتنا وهو اللقاء الاخير في دورتنا ممارسه المحادثه العربيه الاساسيه واليوم سنتحدث عن المهنه. كل واحد من متعلمي اللغه العربيه يهمه جدا ان يتحدث عن مهنته ان يعرف بمهنته وخصوصا إذا كان الهدف من اللغة العربية هو التعلم للعمل في هذه المهنة. لذلك اليوم سنأخذ نماذج حقيقية تعبر عن المهنة، كيف يعبر الإنسان عن مهنته، كيف يتحدث عن مهنته بلغة جيدة عربية فصيحة. في البداية أريد أن أستعرض عليكم أن أستعرض لكم هذه الكلمات التي ستفيدنا بعد قليل في الناس وفي الأسئلة وفي مواقف العربية محامي الجمع محاميون والجملة يعمل أخي محامي في شركة المحامي هو الذي يدافع عن الناس المظلومين قانون الجمع قوانين ينظم القانون حياة الناس عدالة عكس عدالة ظلم تحقق الدولة العدالة في المجتمع. تطوير المرادف تقدم والعكس تراجع، الجملة تطوير النفس مهم لتجد عملا جيدا. حياة مهنية حياته المهنية كلها انجازات. شركة المرادف مؤسسة والجملة اعمل في شركة كبيرة مميزة بارزة العكس مهملة. دروس العربية مميزة متخصصة العكس عامة والجملة الدروس متخصصة بتعليم العربية. فرص المفرد فرصة والجملة ينتظر فرصة جيدة لشراء منزل. تميز أو تميز المرادف بروز والعكس إهمال. الجملة: يسعى الطالب المجتهد إلى التميز. فعاليات: المفرد فعالية، والجملة: قمنا بفعاليات في يوم اللغة العربية. مؤتمرات: المفرد مؤتمر. في إسطنبول الكثير من المؤتمرات العلمية. فريق عمل: الجمع فرق، والجملة: ينجح العمل بوجود فرق عمل ناجحة. شعار الجمع شعارات شعاري في الحياة التميز الشعار هو جملة يقولها الإنسان دائماً لأنه يهتم بها ويجعلها هدفاً له إتقان الجملة إتقان العمل سبب سبب نجاحه وكالعادة كما تعلمون عندنا ثلاث فقرات أخرى يعني الآن عندنا فقرة جديدة آه ثانية تتكلم عن شخص ما أو شخص يتكلم عن نفسه. ننتقل إلى هذه الفقرة وهي عن محمد. أنا محمد. أعمل محامية. يقول الناس إني نشيط في عملي. أعيش وأعمل في لندن. وأحب القانون والعدالة جدا. أعطي وقتي طويلا أعطي وقتا طويلا لتطوير حياتي المهنية في مجال القانون أعمل في شركة محاماة مشهورة ومميزة ومتخصصة في قانون الشركات أجتهد دائما للحصول على فرص للتطوير والتميز حيث أحضر فعاليات ومؤتمرات في مجال عملي واقرأ الكتب المتخصصه بالقانون يحترمني جميع اصدقائي في العمل وانا احترمهم جدا نحن نعمل فريق عمل مجتهد شعاري في الحياه الاتقان سبب النجاح اذا هذا الحديث كان عن محمد ويحدثنا عن نفسه، يحدثنا عن مهنته، ماذا يقول الناس عنه؟ ويحدثنا ماذا يفعل ليطور نفسه في مهنته، يحضر فعاليات، يحضر مؤتمرات، هذا لتطوير نفسه. الآن أريد منكم أن تتكلموا باختصار وأن تتكلموا بكلمات وجمل قليلة حول أعمالكم بهدف التعبير عن العمل. أبدأ من عندك يا عائشة، تفضلي.

أحب أن أتعلم اللغة العربية وأدرسها لتعليمها للطلاب الذي يعني في المستقبل وأعمل للنجاح يعني في هذا المجال شكرا لك يا شكرا. عائشة انتقل الآن إلى موليفار موليفار حدثيني عن عملك، عن مهنتك، تفضلي. آه، الآن أنا لا أعمل، آه، لكن أنا آه، 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 ربة المنزل، ربة المنزل، آه، لكن أنا أدرس، آه، أنا أحب الأعمال المنزلية، آه، لأن أنا لأن أحب النظام. ولكن بعد سنه بعد سنه سنه أحس أن يجب أن انتج أنتج في لذلك قررت أن أدرس والآن أدرس في جامعة شكرا لك يا مونيفار، انتقل الان الى ملكة. ملكة حدثينا عن عملك سواء العمل الان او في المستقبل اذا كنت تفكرين بعمل فيمكن ان تحدثينا عن ذلك العمل، تفضل يا ملكة. حسنا استاذ انا مليكة ادرس في ادرس اللغة العربية وفي المستقبل اريد ان اكون استاذ استاذة في الجامعة واريد ان اعلم الناس أن اللغة العربية تعليمها سهلة، وفي هذا المجال أريد أن أطور نفسي، ومن أجل هذه أدخل إلى مناظرات اللغة العربية، وأريد أن أكتب مقالات من أجل اللغة العربية. شكرا لك يا مليكا انتقل الآن إلى القسم الثاني الآن هنا عندنا بعض الأسئلة كما ترون أمامكم عبر عن مهنتك لدينا أسئلة ماذا تعمل هل تحب عملك ولماذا تحدث عن مستقبلك المهني أين ترى نفسك بعد عشر سنوات في مهنتك وحتى تحضروا لأنفسكم أنا سأقرأ مع الترجمة هنا أولا عبر عن مهنتك ماذا تعمل هل تحب عملك ولماذا تحدث عن مستقبلك المهني أين ترى نفسك بعد عشر سنوات في مهنتك كيف علاقتك مع أصدقائك في مع أصدقائك في عملك تحدث عن ذلك ماذا تفعل لتطور نفسك في مجال مهنتك هل تحب القراءه وهل تقرا الكتب المتخصصه ما الكتب التي تحب قراءتها ما شعارك في الحياه كيف يصبح الانسان مميزا في عمله برايك لو استطعت العوده في الزمن للوراء ما المهنه التي ستختارها من جديد ولماذا ما نقاط القوه في مهنتك الحاليه وما نقاط الضعف فيها هل تنصح الاخرين بالدخول في مهنتك لماذا إذا هذه الأسئلة التي سأمر عليها الآن معكم سؤالا سؤالا وأبدأ بعائشة من جديد عائشة السؤال الأول ماذا تعملين؟ هل تحبين عملك, عملك ولماذا؟ آه يعني آه أحكي عن عملي الذي في المستقبل نعم آه أنا يعني euh, yani أحب euh, أحب تعليم اللغة العربية euh, لأنه لغة القر euh, لغة القرآن الكريم لغة القرآن الكريم <coughs> وأريد أن أعلمها للناس euh, ليتعلمونه لي ويفهمون القرآن وأريد أن أعلمها لأنها euh, لغة مهمة في الدنيا ويوجد كثير من العرب هكذا نعم السؤال الثاني يقول تحدثي عن مستقبلك المهني أين ترين نفسك بعد عشر سنوات في مهنتك؟ أريد أن أعمل maçistir yani en uhasıl ala derece maçistir fil müstakbel li eküne, muallimeten fil e, camia ve e, ve derris el lugal arabiye ve üriden ekune e, muallimeten müfideten lin nas e, ve üriden e, rabbi evladi ve kününe e, يعني ناس مفيدين لصالحين هكذا السؤال الثالث كيف علاقتك مع اصدقائك في مكان عملك؟ تحدثي عن ذلك مكان عملك او مكان الدراسة اذا تدرسين كيف هي علاقتك مع الاصدقاء؟ علاقاتي مع اصدقائي جيدة أحب قضاء الوقت مع أصدقائي، أحب الدراسة معهم، أحب أن أقوم معهم بالأنشطة، يجعلنا سعداء هكذا السؤال التالي يقول ماذا تفعلين لتطوري نفسك في مجال مهنتك؟ أه يعني أحاول قدر المستطاع أن أقوم بعمل يعني بعمل جيد في مجال عملي وأضع أهدافا أخطط خطا لنفسي وأحاول تحقيقها وأعمل في هذا يعني في هذا السبيل في هذا المجال. نعم. السؤال التالي يقول هل تحبين القراءة؟ وهل تقرأين الكتب المتخصصة؟ ما الكتب التي تحبين قراءتها؟ أحب قراءة الوقت بقدر ما استطعت أحب الروايات وكتب التنمية الشخصية وأفضل قراءة الكتب العربية يعني على قد ما استطعت يعني على يعني على ما افهم اقدر افهمها يعني قدر ما استطيع مثلا هكذا السؤال التالي ما شعارك في الحياة؟ شعاري في الحياة أن أكون شخصا صالحا وأن أكون مفيدا للناس ان أدرس أه يعني ليس فقط درس أه حتى درس الحياة يعني أه يعني أن أقول لطلابي أن يكونوا ناس جيدين ومفيدين أه يعني مفيدين هكذا نعم السؤال التالي يقول كيف يصبح الإنسان مميزا في عمله برأيك يعني يجب على الإنسان أن يقوم بعمله على أفضل وجه ممكن وأن يعمل ليكون يعني مفيدا للناس وأن يكون مخلصا و موثوقا ومجتهدا في عمله أه يعني هكذا لو استطعت العودة في الزمن للوراء ما المهنة التي ستختارينها من جديد ولماذا؟ يعني أنا أحب المهنة يعني أحب اللغة العربية وحتى لو استطعت العودة يعني أرجح تعليم اللغة العربية السؤال التالي يقول ما نقاط القوة في مهنتك الحالية وما نقاط الضعف فيها يعني في المعلم يعلم الطلاب külle şey değilse fakat et ders ee, yani ve e, yani yara en e, ve hatta e, yani atullah at belli değil mi min ailetihim e, yani edeben meyyezen ceyide ve yecib en yeküne saburen ve e, yuallimuhum e, يأتي من يده أي شيء يعني نعم ما استطاع هل تنصحين الآخرين بالدخول في مهنتك ولماذا؟ برأيي يعني يجب أن لا يكون كل شخص معلما لأن التعليم يحتاج إلى الصبر ويحتاج إلى الأحلاق الجيدة برأيي بهذا السبب ما أنصح لكل شخص نعم شكرا لك يا عائشة أنتقل الآن إلى موليفار موليفار أيضا نفس الأسئلة سأسألك هنا السؤال الأول عبر عن مهنتك السؤال الأول ماذا تعمل أو ماذا تعملين هل تحبين عملك ولماذا؟ أنا طالبة أنا أحب هذا المهنة لأن أنا لأن أحب اللغة العربية اللغة العربية كثير كل قالت عائشة لأن اللغة العربية لغة القرآن لذلك أنا أحبها أحبه, أحبه. أحبها, أحبها. نعم. تحدثي عن عن مستقبلك المهني، أين ترين نفسك بعد عشر سنوات في مهنتك؟ أنا أريد أن أكون معلمة لغة عربية، أنا وأنا أريد أن أتحدث هذا اللغة بشكل جيد هذه اللغة آه، هذه اللغة بشكل جيد و السؤال التالي كيف علاقتك مع أصدقائك في مكان عملك؟ تحدثي عن ذلك آه، علاقات جيدة جدا مع أصدقائي أصدقائي آه، في مدرسة آه، أحيانا آه، نلتق، نلتقي في خارج المدرسة بعد الوقت وأحيانا نشترك مشكلة, مشكلة مشاكلنا مع بعض بعد, بعد وأريد أن أست... تستمر هذا العلاقات آه في وقت طويل نعم السؤال التالي يقول ماذا تفعلين لتطوري نفسك في مجال مهنتك آه الان لا استطيع ان آه اقرا كتب آه لأن آه ليس عندي وقت لي آه نعم انا اريد ان اقرا لكن لا استطيع لا استطيع ان لا تجدين الوقت الكافي نعم 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 هنا تطوير النفس ممكن يكون في فعاليات ممكن في مؤتمر كونفرنس في مؤتمر او في اشياء مثل هذا او في دوره تدريبيه الان مثلا انت تفعلين دوره تدريبيه هذا تطوير ايضا للنفس فعاده ماذا تفعلين غير القراءه ماذا تفعلين لتطوري نفسك هل تفعلين شيئا انا احاول ان يستمعوا في التلفاز في اللغه العربيه 3 Arabic و أن آه، أشاهد آه في يوتيوب آه، فيديو في لغة أرابي جميل نعم السؤال التالي يقول هل تحبين القراءة وهل تقرأين الكتب المتخصصة؟ ما الكتب التي تحبين قراءتها؟ أنا أحب القراءة لكن هذا أقول لا أستطيع قراءة. أن أقرأ عندما لدي وقت أحاول أن أقرأ كتب متخصصة متخصص في دينية متخصصة بالدين في في متخصصة بالدين تخصصه في الدين ما شعارك في الحياة؟ الوقت قائمة ولذلك هذا الوقت يجب لا يضاعه لا نضيعه لا نضيعه نعم كيف يصبح الإنسان مميزا في عمله برأيك؟ إذا الناس أو شخص يفعل ما يحبه فسيكون ناجحا ويجبوا ناجحا ويجب ناجحا نعم ويجب أن أعمل بتنظيم بالنظام جميل السؤال التالي لو استطعت العوده في الزمن للوراء ما المهنه التي ستختارينها من جديد ولماذا في ماضي كان احب الرياضيات كثير وفي ماضي اريد ان يكون معلم الرياضيات لكن إذا يجب أن عودة في ماضي في هذا الأكل سأختار اللغة العربية جميل نعم يعني أن أكون معلمة لغة العربية ما نقاط القوة في مهنتك الحالية وما نقاط الضعف فيها؟ Uh, Nikati kuvve uh, bir ayi uh, uh, hubbu lugat arabiye yani, yani uh, ana hubbu uh, lugat arabiye ve hada bir ayi uh, nikatu kuvve lakin uh, uh, en nikatu zayfi si, uh, bir nefsi adamı ثقة يعني عدم ثقتي بنفسي. طيب آه شكرا لك آه بقي عندنا سؤال أيضا هل تنصحين الآخرين بالدخول في مهنتك ولماذا؟ آه اللغة العربية آه هو لغة خاصة آه آه لأدرس هذا اللغات يجب ان احب هذا اللغات فاذا احبه انسه ان اختار هذا المهنه نعم اللغه العربيه يجب ان احبها ولذلك اذا نعم. كنت احبها أختارها مهنة أو أختار تعليمها مهنة لي شكرا لك يا موليفار أنتقل الآن إلى ملكة ملكة أيضا أنتقل معك إلى السؤال الأول وهو ماذا تعملين هل تحبين عملك ولماذا أنا في المستقبل سأعمل أستاذ أستاذة للغة العربية وأحب هذه المهنة لأنها مفيدة ولا يتغير إذا إذا مر منها سنين كثيرة السؤال التالي يقول تحدثي عن مستقبلك المهني أين ترين نفسك بعد عشر سنوات في مهنتك؟ أرى نفسي في المستقبل أن أكون بروفيسور دكتور تفوز في لغه التعليم اللغه العربيه ان شاء الله ان شاء الله جميل كيف علاقتك مع اصدقائك في مكان عملك تحدثي عن ذلك علاقتنا مرتبطه مع بعضنا ونحب ان نشارك احوالنا وظروفنا وموضوعات الدروس نحاول مع بعضنا هذا استاذ نعم ان نشارك مع بعضنا بعض المعلومات ممكن نعم السؤال التالي ماذا تفعلين لتطوري نفسك في مجال مهنتك ادخل درسك يا استاذ <applause> 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 واذهب الى مناظره اسبوع الفائت ذهبنا... ذهبت الى مناظره اللغه العربيه جميل وشفت أه... عندي نقاص في اللغة العربية عندما في, التك... في التكلم والجرامر ولهذا السبب أدخل لدرسك يا أستاذ نعم أهلا ومرحبا بك يا يا الآن السؤال التالي هل تحبين القراءة وهل تقرأين الكتب المتخصصة ما الكتب التي تحبين قراءتها أنا في في الوقت الحال لا احب القراءه الكثيره ولكن احب القراءه حكايات الف ليله وليله لانه يكون جميله بس هي شويه في العمر ليس مناسب لي بس احب اقراها نعم احب قراءه القران الكريم لهذا نعم جميل طيب الان السؤال التالي ما شعارك في الحياه شعاري في الحياة أن أقول لكل طالب الثانوية أن يدرس أن يدخل الجامعة ويدرس ما يحبه. نعم كيف يصبح الإنسان مميزا في عمله برأيك؟ أن يكون نشيطا وأن يكون متعلما في هذه المهنة ويطور نفسه. ويكون مستفيد للناس لو استطعت العودة في الزمن للوراء ما المهنة التي ستختارينها من جديد ولماذا؟ إذا عدت للوراء كنت أختار نفس المهنة يا أستاذ لأنه هذه المهنة جميلة وأريد أن أعمل هذه المهنة جميل ما نقاط القوة في مهنتك الحالية وما نقاط الضعف فيها؟ نقاط القوة قوية هي أنني أعرف اللغة العربية من صغري ولكن لدي نقاط ضعيفة لدي لدي النقاص وأريد أن أذهب لهذا النقاص وأكملها ويكون اللغة العربية اللي لدي يكون جيد جداً. نعم نقول ان لدي نقص في المعلومات او لدي ضعف في اللغه نعم هل تنصحين الاخرين بالدخول في مهنتك ولماذا ليس للجميع للجميع بل اللي يريد ويحب هذا المهنه فتنصحينه بالدخول فيها اذا يحب هذا المهنه ويريد ان يكون أيوة يريد أن يطور نفسه في هذه المهنة يريد يحضر ولكن إذا لا يريد فقط يحضر من أجل العمل لا يحضر نعم شكرا يا ملكة أنتقل الآن إلى شهربان وعندنا السؤال الأول يا شهربان طبعا هنا عبر عن مهنتك السؤال الأول ماذا تعملين هل تحبين عملك ولماذا أنا طالبة الآن وربت البيت ولكني عملت لمدة تقريباً عشر سنوات المعلمة في مرحلة القرآن السؤال الثاني تحدثي عن مستقبلك المهني أين ترين نفسك بعد عشر سنوات من في مهنتك؟ في مستقبلي في مستقبلي المهنة أريد أن أصبح أكاديمية في جامعة نعم كيف علاقتك مع أصدقائك في عملك تحدثي عن ذلك مع علاقاتي أحب... مع أصدقائي جيد علاقاتي مع أصدقائي علاقاتي مع أصدقائي جيد أحب أصدقائي أعتقد أنهم يحبونني أيضا ماذا تفعلين لتطوري نفسك في مجال مهنتك أه... لتدوير مهنتي أحضر أحضر اللغة العربية أحضر دورة اللغة العربية لتحسين مهنتي نعم no. هل تحبين القراءة وهل تقرأين الكتب المتخصصة؟ ما الكتب التي تحبين قراءتها؟ أحب القراءة قرأت كتبا عن اللغة العربية أقرأ نفسية رومانية رومانية ممكن بالعربية نقول رواية رومان رواية. رواية نعم نعم ما شعارك في الحياة؟ شعاري في الحياة هو مساعدة الناس بعيدة. وكيف يصبح الانسان مميزا في عمله برأيك؟ أه يجب أن يتميز الإنسان بالنجاح والإخلاص والجهد في عمله جميل، لو استطعت العودة في الزمن للوراء، ما المهنة التي ستختارينها من جديد ولماذا؟ أه. أريد أيضا أيضا أه. أود أريد أن أصبح طبيبة جراحية لأنني لرؤيتي التشريح البشري بالتفصيل نعم لو استطعت العودة أريد هكذا نعم ما نقاط القوة في مهنتك الحالية وما نقاط الضعف فيها؟ نقاط القوة في مهنتي أنا أمثال ديني والناس يظهرون الاحترام وما نقاط الضعف فيها؟ ضعف فيها ضعف فيها مهنتي تبدو مهنتي غير ضرورية لغير المؤمنين نعم وآخر سؤال هل تنصحين الآخرين بالدخول في مهنتك ولماذا؟ انصحي انصحي بأن تعليم انصحي أنصح الآخرين بالدخول في مهنتي لأنني بأن تعليم الدين زكاة زكاة العلم نعم شكرا لك يا شهربان وحان الآن وقت الفقرة الأخيرة معنا اليوم وهي العربية والمواقف كما تعرفون الهدف من هذه الفقرة هو الحديث باللغة العربية عن مواقف مختلفة نحاول التفكير من خلالها باللغة العربية الموقف الأول موفق لا يحب عمله ويريد أن يغير مهنته إلى مهنة أخرى لكنه وصل في مهنته لدرجة جيدة، وسيعود في المهنة الأخرى إلى البداية في الخبرة والأداء. لو كنت مكان موفق، ماذا ستفعل؟ نبدأ من عند عائشة: ماذا تفعلين لو كنت مكان موفق؟ نعم يا عائشة نعم أستاذ يعني لو كنت مكانه يعني أنصحه بالبحث عن الأسباب التي تجعله يحب عمله إذا كان لا يحب يعني آه العمل ولا يستطيع ان يسعد به آه انصحه بتغيير القيام بعمل آه افضل له آه ويسعده ويحبه ربما يكون آه اكثر نجاحا في هذا العمل نعم شكرا يا عائشة ما رأيك يا محمود لو كنت مكان موفق ماذا تفعل؟ السلام عليكم أستاذ وعليكم السلام ورحمة الله لو كنت مكان موفق أنا أحاول أن أكون في هذا العمل لكن عندما أجد نفسي أن لا أكون جيد في هذا العمل يجب أن أغير العمل لكي أستفيد وحتى الناس يستفيدوا مني إذا لا أحب العمل يعني لا أفعل هذا العمل حتى لا أحد يستفيد مني يعني نرى في حياتي الاجتماعية بعض الناس لا يحب عملهم ولذلك لا يكون جيد في اهتمام الناس أو في اهتمام أن يفعل عمل الناس هذه مشكلة كبيرة يعني نعم شكرا يا محمود أنتقل إلى ملكة ما رأيك يا ملكة لو كنت مكان موفق ماذا ستفعلين؟ لو كنت مكانه كنت أعمل نفس المهنة اللي كنت اللي أصبحت الدرجة جيدة لأن لكل عمل لديها صعوبات ولكن إذا صبر بعد ما يصبر يمكن يكون يمكن يحب العمل أكثر جميل موليفار ماذا تفكرين لو كنت مكان موفق بماذا تفكرين برأيي كل شخص يجب أن يفعل ما يحبه يحبهم لأن إذا يحب مهنة سيكون ناجحا وإذا سيكون سعيدا لأن الناس تحققوا حلوم حلومي حلومه إهلا أو, نعم. أو أحلامه نعم إهلا طيب ماذا عنك يا شهريبان؟ ماذا تفعلين لو كنت مكان موفق؟ برأيي تجارب طرق مختلفة ليحب في مثلاً تغير المدينة تغير المكان تغير الاستقاء هكذا جميل نعم فكرة جميلة الآن ننتقل إلى الموقف الثاني طارق تاجر كبير ويريد أن يكون أبناؤه تجارا مثله لكنهم لا يحبون التجارة ويريدون أعمالا أخرى يحبونها بعيدا عن المال وعن التجاره ماذا تنصح طارق وماذا تنصح أولاده أبدأ من عندك يا محمود هذه المرة ماذا تنصح طارق وماذا تنصح أولاده في هذه المسألة أستاذ أنا أنا إمام المسجد أبي أبي أيضا يريد من أخي أخي الصغير هو أيضا يكون إمام ويجبره وأنا قلت له لماذا تجبره هو لا يحب هذا العمل وهو ربما لا يستطيع أن يفعل هذا العمل اتركه حتى يفعل ما يريد يعني أي عمل يريده فليفعل هذا وأيضا دائما ينصح له الوظيفة الإمامة كذا جيدة وكذا أنا مثل أبو طارق هذا وجدته في بيتي نعم فما نصيحتك الآن لطارق وما نصيحتك لأولادي طارق يعني كل الناس لديهم خبرة في شيء أستاذ ليس الكل يكون تاجر أو يكون معلم أو يكون محامي يعني عندما تجبره هو عندما يكون معلم أو تاجر ولا يستطيع أن يفعل عمله بشكل جيد إذا لا يفعل جيد لا يحبه أيضا هذا يكون مشكلة يعني نعم انا انصح لابوه ولا يجبره وانصح لطارق ويعني يحب ان يفعل ماذا فليفعل جميل شكرا يا محمود عائشه ما رايك بماذا تنصحين طارق وبماذا تنصحين اولاده انصح آه، طارق بي, اه, يعني يجب أن يعمل الشخص ال, اه, في عمل الذي يحبه ويريده وينجح فيه اه, لكن إذا لا يحب العمل ولا يريده لا يكون فيه اه, يعني ناجحا وشاطرا بهذا السبب اه, يعني اه, يعمل في اه, amel ellezî yuhibbuhu ve yuriduhu. Ya ansahu Tarik uh, li en la yecbure veledihi ala uh, uh, en ya'mele fi ameli nefsihi yani. نعم. لان حتى يكون هذا يكون سبب ليبعد من اهله يعني و و يحس نفسه يعني غير سعيد شكرا جزيلا يا عائشه، الان ننتقل الى موليفار. موليفار بماذا تنصحين طارق وبماذا تنصحين اولاد طارق؟ انا انصح طارق طارق ان اعطى اجازه لاولادي ان يسمح لأولاده. ان يسمح لاولاده باسم اولاده لتهقق اخلاقه لان لان المال لا يجلب سعادة، إذا الناس تحقق إخلامه سيكون سعيد من نعم شكرا يا مولفار، ننتقل إلى مليكا. ملكة بماذا تنصحين طارق وبماذا تنصحين أولاد طارق أنصح لطارق أن يترك أولاده ما يريد أن يفعل ما يريد أن يفعل من المهنة أن يجربوا إذا جربوا إذا بعد ما تجربتهم لم يصبح ما يريد يمكن يحب التجارة بعد إذا ما إذا بعد ما حاول ولأولاده لأولادهم أنصح أن يفعلوا ما يحبهم في مهنهم، مهنتهم وأن يجربوا إذا لم يصبح ما يريد في بالهم يذهب إلى التجارة التجارة أحسن أمي نعم شكرا لك يا ملكة أنتقل الآن إلى شهربان نفس السؤال يا شهربان بماذا تنصحين طارق وبماذا تنصحين أولاد طارق؟ برأي طارق بأن يشرحوا لأبنائهم فائدة والضراري وظيفته وظيفة التي يريدونها ويتركوا لهم لهم خيار جميل إذاً ينصحوا أو يشرحوا لهم ثم بعد ذلك يترك لهم الخيار يختاروا ما يريدون، يختاروا ما يحبون. شكرا نعم. جزيلا لكم جميعا. الى هنا نصل الى ختام هذه الدوره، كانت دوره لطيفه جميله معكم في المستوى المبتدئ الاعلى. ان شاء الله قريبا بعد ربما اسبوع او اسبوعين نفتح دوره جديده للمستوى المت... المتوسط الادنى. ارسل لكم ان شاء الله النموذج لملئه وللاستمرار معاً في المحادثة العربية أرجو الله تعالى لكم التوفيق والسداد والنجاح وإلى لقاء قريبا بإذن الله أستودعكم الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم.